عبد التوسي من مجموعة نجاح المكتوفين المعطلين بالمغرب. احنا دابا هاد الصندوق اللي تشوف امامك هو اللي ولت نساهم به، لان احنا 4 سنوات حنا في شوارع الرباط، احنا تنناضلو من اجل التوظيف المباشر في سلك الوظيفة العمومية، لان الحكومة لم تستجب لهذا الطلب، وحنا ارتئينا لهذا الصندوق الساعين به اللي حتى انها نكتب اللي نخلص به الكراء ولي نختلط به ما ناكله او نحتاج اليه من بيانات او اي حاجه من هذا القبيل، ولا الادماج في التوظيف في الوظيفه العموميه. هذا هو النداء ديالنا، تنطلبوا من الحكومه، لان لم تفعل المشروع ديال 7%، هاتي تنطالبوا دابا من الحكومه هو ادماجنا في الوظيفه العموميه اي شر. التقييم ديالي هو المكفوفين او ذوي الاحتياجات الخاصه بصفه عامه يعانون، ولانهم في وضعيه مجريه في هذا المغرب.